هدوء حذر يخيم على صيدا بعد الحوادث التي شهدتها قبل يومين، ومن هناك ينضم إلينا الزميل نخل عضيمي. نخل، يعطيك العافية. صورة الوضع في هذه الأثناء في صيدا. نعم، يعني تعيش صيدا حاليا حالة يعني من الهدوء الحذر. الحياة يعني بدأت تعود إلى طبيعتها بعض الشيء هنا في الشوارع. الأسواق عادت وفتحت جميع المحلات فيها، ولكن كان من الملاحظ خلال الجولة التي قمنا بها أن الجيش اللبناني وعناصر الجيش يعني بقيوا متمركزين في مناطق معينة وعلى المستديرات هنا في مدينة صيدا. وفي هذا الإطار كانت هناك كما علمنا جولة لقائد الجيش العماد جان قهوة على هذه المراكز وإلى ثكنة محمد زغيب أيضا هنا في المدينة، حيث اطلع من القادة الأمنيين ومن مختلف الوحدات على الوضع الأمني هنا في مدينة طرابلس، على التطور هذا الوضع حاليا يعني بعد التوتر الذي شهدته المدينة في اليومين الماضيين. هذا في الإطار الأمني. أما في الإطار السياسي فهناك تكثيف لعملية اللقاءات هنا بين مختلف القوى السياسية في المدينة. وفي مجدليون تحديدا عقد لقاء بين النائب هيا الحريري وتحالف الفصائل الفلسطينية، وكذلك الأمر لقاء مع القوى الإسلامية والجماعة الإسلامية هنا في مدينة صيدا. وبالتالي كان هناك جوجلة لمختلف التطورات، وخاصة يعني المساعي القائمة من أجل إبعاد وعدم زج مخيم عين الحلوي هنا في مدينة صيدا بالتوتر الحاصل والذي حصل في اليومين الماضيين. كذلك كان هناك لقاءات بين الجماعة الإسلامية من جهة وعدد من الفصائل الفلسطينية أيضا من جهة أخرى، أيضا في إطار تكريس الاستقرار هنا في المدينة. يعني نحن هنا بالقرب من مكان دفن الشخصين اللذين يعني قتلا من أنصار أحمد الشيخ أحمد الأسير، وبالتالي هناك إشكالية حول هذا الموضوع تحديدا وفي مكان دفن هذين يعني الشخصين، إذ إن المكان هو مكان عام. وبهذا الإطار علمنا أن بلدية صيدا تتحرك في هذا الإطار من أجل تحرك معين في الأيام المقبلة، وذلك لحل هذه الإشكالية القائمة. كذلك الأمر أريد أن يعني كيف ستحل هذه الإشكالية؟ يستعد لتحرك يعني. نعم، شو الإجراء يلي بدأت تاخده البلدية لحل هذه الإشكالية؟ نقل. نعم، يعني هناك مساعي لحل هذه الإشكالية، لا سيما وأن المكان هو مكان عام والأملاك هي أملاك عامة، وإذا ما حصل أي مشروع مثلا في المستقبل لا يمكن يعني القيام بهذا المشروع، وخاصة أن هذا الدوار قد تحول إلى مكان يمكن لدفن هذين الشخصين اللذين ينتميان يعني من أنصار الشيخ أحمد الأسير. الشيخ أحمد الأسير أريد أن أشير أيضا إلى أنه يستعد لتحرك في الأيام المقبلة، وذلك من أجل المساعي القائمة بإطار التحقيقات وما حصل في اليومين الماضيين، وربما قد يعود إلى الاعتصام وإلى خيمة الاعتصام التي كانت هنا منذ أشهر في بالقرب يعني من هذا المكان. يعني كل الأمور الواردة، وسوف يكون هناك قرار يعني من الشيخ أحمد الأسير في هذا الإطار. النخلي، معلش، اليوم وردت معلومات أن هناك توجه لإعلان فصيل مسلح لدى الأسير، إلى أي مدى هذه المعلومات دقيقة؟ وانت موجود اليوم بصيدا وعملت يعني جولة. فعلا هناك اشاعات يعني هنا في المدينة تتكثف في الساعات الماضية، اشاعات بقيام بتنظيم مسلح، اشاعات ايضا اخرى بان جماعة جند الشام الموجودة في مخيم عين الحلوي سوف تستهدف اماكن محددة ونقاط محددة تعود يعني الى الفريق الاخر والى الطائفة الشيعية. يعني كل هذه الاشاعات التي تسري هنا في مدينة صيدا يعني تبقى بإطار الإشاعات، وقد أجرينا عدد من الاتصالات بجماعات فلسطينية وقد نفت هذا الأمر جملة وتفصيلا، فلا أعتقد أن هذا هو المطلوب يعني حاليا. نعم، شكرا جزيلا لك، حدثتنا من صيدا.